نبدأ كالمعتاد بأهم الأحداث اللي حصلت امبارح. مجلس الوزراء وافق في اجتماعه بالأمس على تحديد قيمة الحصة فوق النصاب القانوني للمعلمين المعينين عشان تكون بقيمة 50 جنيه. من أخبارنا كمان من امبارح، خلال اجتماع مجلس الوزراء تم استعراض تقرير عن الحالة الوبائية لفيروس جدري القردة. تعالوا نروح مع حضراتكم نشوف أهم التفاصيل في التقرير اللي جاي. أخبار كتير حصلت امبارح. مجلس الوزراء وافق في اجتماعه أمس على ما تم التوافق عليه بين وزيري المالية والتربية والتعليم والتعليم الفني بشأن تحديد قيمة الحصة فوق النصاب القانوني للمعلمين المعينين اللي هيقوموا بالتدريس فوق النصاب لتكون بقيمة 50 جنيه. وافق مجلس الوزراء على زيادة قيمة الحصة لمعلمي الحصة من خريجي الكليات المؤهلة للتدريس من 20 جنيه ل 50 جنيه للحصة الواحدة. امبارح ايضا خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسه الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنميه البشريه وزير الصحه والسكان تقرير عن الحاله الوبائيه لفيروس جدري القرده. وفيما يتعلق بالموقف الوبائي للفيروس في مصر، اكد الوزير انه طوال عام 2024 وحتى تاريخه لا توجد لدينا حالات مصابه بفيروس جدري القرده. وفي هذا السياق استعرض الدكتور خالد عبد الغفار الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان بشأن مرض جدري القردة، مشيرا إلى أنه تم تحديث ونشر الدليل الإرشادي للتعامل مع الفيروس، كما تم تحديثه مرة أخرى بعد إعلان منظمة الصحة العالمية لحالة الطوارئ العالمية، وتم نشر الدليل الإرشادي في جميع المحافظات بتاريخ 18 أغسطس 2024. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى بالفريق ديمتريوس خوبيس رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية والوفد المرافق له اللي بيزور مصر حالياً. وفي سياق متصل التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة برئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية، وأجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين، وحضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير اليوناني والملحق العسكري اليوناني بالقاهرة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه استمراراً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لذوي الهمم، تماشياً مع منظومة الرعاية المتكاملة التي تقدمها الدولة المصرية لأبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة، قامت إدارة التجنيد والتعبئة بدفع لجنة تجنيدية لجامعة عين شمس لتقديم كافة التيسيرات للطلبة من ذوي الهمم وإنهاء مواقفهم التجنيدية ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية بالمجان في أماكن تواجدهم.